بسم الله الرحمن الرحيم. يلا صباح الله على الرحيم. قرب يا ولد على 5 هي ابوي. قرب يا ولد على 25 على 25 على 25 تبي تشتري يا ابوي. قرب يا ابوي غمزة الكاريزما غمزة الكاريزما. قرب يا ولد على 25 على 25 على 25. قرب يا ولد قرب يا ولد. الغمزة الغمزة حقت الكاريزما حقت خمسة ريال. قرب يا ولد البس النظارة حقت فهد بثيري اللي في اليوتيوب وناظر زي كذا وتطلع شبيكة ودافور بس ان البنات يحبونك يا ولد. قرب تعال يا ولد تعال يا ولد في عندك التيشيرت فهد بثيري يا ولد. قرب فهد بثيري يا ولد. قبوع قبوع فهد بثيري يا ولد البس او شركول يا ولد. تعال يا ولد قرب قرب هنا القبوع على 25 على 25 على 25. عندك مصداقية فهد بثيري يا ولد. قرب يا ولد على مصداقية يا ولد يا ولد المصداقية حق فهد البتيري. تعال يا ولد كرامة فهد البتيري الكرامة كلها عندنا كرامة اليوتيوب كلها عندنا يا ولد. قرب يا ولد قرب فهد البتيري المبادئ حقت اليوتيوب مبادئ السبايك والدوافير. قرب يا ولد امشي على المبادئ يا ولد. قرب يا ولد عندك لبن عمر حسين يا ولد. اعتذار اعتذار بريال. عندك حلول الحلول ببلاش الحلول ببلاش. النقد البناء النقد البناء. عمر حسين وين هادي وين هادي. تعال خذ لك غمزة يا ولد. يعني وش تبون اسوي الله يهديكم. كل برامج اليوتيوب محتاجة دعم. يعني يا ان نطلع في التلفزيون. صرح مصدر المسؤول او اننا نجرب حل الاعلانات. اي شامبو ضد العشري هو رقم واحد بالعالم. ما بعرف ما بعرف هيرشارس جدكم اطلع في اعلان شامبو. لا مو صدق بس تخيلوا اطلع في دعايه كمال اجسام. لياقه اناقه قوه بل هياط كل ذلك في مشروب القوه الجميل. ها نعم جميل. اللي ابي اقوله ان اي احد يجي يعلم معنا ويغلط ما راح نقصر فيه حتى لو كان اطلق شنب في الاستوديو زي ما صار مع كل شركات الاتصالات. شبكة 4G شبكة 4G شبكة 4G شبكة 4G. احنا اول ناس جبنا شبكة 4G في السعودية. شو تبا يا ريال شو الرمسة. نحن اول ناس جبنا شبكة 4G. لا 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 اول ناس. والله يخافك يصير زي 3G تسافر تشغل 4G ترجع فاتورتك 4000 ريال. تدرون كيف؟ احنا راح نصير اول برنامج في اليوتيوب يشغل 4G. هذا ال 4G احنا اول برنامج يوتيوب لا يقدر نزل 4G. نعم علي الموضوع اوكي انا شايف. عادي عادي هذا الكاميرا تزود وزن شوي. عادي وين عادي 4G هذا 4G هذا 50G علي. جماعة سبب وراء هذه المطاعم. المطاعم ترى فيها شيء غريب مو بس هذه الأشياء الخايسة اللي تسويها لا في أشياء خايسة ثانية تصير خصوصا قسم العوائل. في تميلح في تميلح كبير عند البوفيه المفتوح. يجيك واحد يحط حمص لما تيجي واحدة حلوة الله على الحمص. وبعدين في نكتة ثانية دائما يعيدونها في العزايم اللي هي موضوع عن إذنكم أم علي تناديني ويضحكون. احلى شيء لما تدبغ هذيك الاكله وترجع تتكي على مقاطع اليوتيوب يسند الكرش كذا ويحط اللابتوب هنا. تفرج يا حبيبي ها طالع طالع اسند وشوف يا حبيبي ودلع نفسك يا حبيبي. شفتوا مقطع الخيار صدق فيكم سوبر ماركت كبير على مستوى شوف رجال من ظهر رجال بس رفع اسعار على الفاضي رفع اسعار بس مرض والله بعضها يجي خفيف والناس تاكلها. احترمك
وعيب اني صارحكم جد، انا بني ادم زيكم، لا حد يعني يقول اني انا في شيء، انا جاي اتقضي لعيالي. صح عليك هذا الكلام. اقول لك عطيه ابغاه بس لا ما يحبها والله انا صح والله لا اقتل نفسي عطيه. لحظه 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 عطيه انا نفسي. لا 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 كات 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 وقف 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 لحظة 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 لا تذبح نفسك، ترى نبيك ترى مواطن صالح كويس تذبح نفسك. لا حطاري الأشياء المعفنة عاد. هيا شكرا. ليش يا حليمة ليش الفيلم اللي سمعناه والمقاطع اللي سمعناه، يعني خلينا من الفيلم في موضوع قبل، يعني ميك اب لما تحطين ميك اب أهدى شوي. ها الناس يحطونه على الوجه ويحطونه على الطاولة، خذ لك. لا مو غطس الموضوع. فتحوا وجهي وجهي فتحوا بصير بيضة. نرجع للفيلم الكبير اللي مسويته حليمة. حليمة تعودي دائما لما الكاميرا شغالة صوت شغال، يعني نحاول ما نطلع على الحقيقة شوي. ها روق شوي. ها في سؤال صغير فريق عمل لا يكثر قاعد يتساءل عنه، انه المقطع هذا ليش طلع بعد يا حليمة ما طلعتي سويتي برنامجك على قناة ثانية؟ مو جاي يحير؟ MBC يعطيكم ألف عافية، وأهم شيء لا تنسونه سبسكرايب. بنات ميك اب زي حليمة مو كويس. ها نظام لا ألوان لا. شباب شباب يلا عاد الحين نرجع 3G عاد واضحه. يلا ها. عزيزي العميل، لن يتم قبول طلب اعتراضك الا بعد سدادك للفاتوره، يعني انقع بشحومك. انقع يا صديقي، ما في رجعه لل3G.